كان الحكم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرة في رمضان توازي حجة فيما سوى. نعم. معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في شهر رمضان فإن هذه العمرة تعدل حجة في الأجر لا في الإجزاء. وقولنا لا في الإجزاء يعني أنها لا تجزئ عن الحج، فلا تسقط بها الفريضة، ولا يعتبر حاجا حجا متنفلا، وإنما يعتبر هذه العمرة من أجل وقوعها في هذا الشهر تعدل في الأجر حجة فقط لا في الإجزاء. نعم. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن آتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. نعم. وهذا بلا شك بالأجر وليس بالإجزاء، ولهذا لو كان عليه 4 رقاب فقال هذا الذكر لم يجزئه ولا عن رقبة واحدة. فينبغي أن نعرف الفرق بين الإجزاء وبين المعادلة في الأجر، فالمعادلة في الأجر لازم منها إجزاء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولو أن الإنسان قرأها 3 مرات في ركعة ولم يقرأ الفاتحة ما أجزأت، مع أنها عدلت القرآن كله حينما قرأها 3 مرات. نعم.